تركز لي على المصالحة العامة، كيف ترى إمكانية تحقيق مثل هذه المصالحة؟ وكيف تنظر إلى الجهود التي بذلت حتى هذا اليوم من أجل تحقيق هذه المصالحة؟ شكرا على السؤال الجيد بالحقيقة، وكان بدي أتحدث به. أولا، ليس من مهمة القمم ولا حتى الجامعة العربية المصالحات الداخلية. المصالحات الداخلية شأن لكل مواطن كل بلد على حدة، والتدخل في هذا الشأن يعتبر كأنما تدخل في شؤون الدولة التي هي دولة مستقلة. وهذا يدعوني إلى أن أوصل إلى نقطة، من أجل أن يستمر التعاون بشكل سليم، يجب أن نعرف أن زمن القائد الرمز الذي يفرض ظله على كل الأمة، والذي يتحدد موقف كل زعيم عربي أو رئيس عربي أو ملك عربي بدرجة القرب منه والابتعاد عنه، وبدرجة هذا القرب وهذا الابتعاد يمكن أن تجعل هذا الشخص يعد على سبيل المثال من مجموعة الصمود والتصدي، أو من مجموعة الخنوع والاستسلام، برغم أنه حتى في ذا والآن الممانعة أو الاعتدال، هذه تسميات سياسية في الحقيقة ليست بالضرورة دقيقة. يعني ليس كل من هم معد من الصمود هو صامد، وليس كل من معد من قبل المعتدلين هو معتدل. على العموم، هذه قلت هي تسميات سياسية ليست أكثر. أنا أعتقد أنه النقطة الأساسية الجوهرية، يجب أن يعترف القادة العرب أن الملك ملك، والسلطان سلطان، والأمير أمير، والجماهير جماهيري، ورئيس الجمهورية رئيس الجمهورية. يجب أن يثق كل عربي، كل زعيم عربي، بأن زعيمه شقيقه الزعيم الآخر لا يتآمر عليه، ولا يريد يغير نظامه من ملكي إلى جمهوري، ولا جمهوري إلى جماهيري، ولا إلى آخره، ولا يسحب تنظيم الخاص في بلده أيديولوجية أو قيما أو سلوكا في داخل الدولة على تلك الدولة الأخرى. عدم الثقة التي الموجودة لدى الحكام العرب، والذي يعززها بتقدير الشخصي نفر من الذين يحيطون بكل زعيم، أكان هذا النفر يقوم بدراسات حقيقية، أم كان نفر يعتاش على الفكرة المخابراتية والأمنية وإيغار صدور القادة لتخويفهم من كذا لأغايات أخرى. أعتقد أن هذه النقطة يجب أن تزول وتنتهي. وعندما يتم إبدال عملية الريبة بين قائد وآخر بعملية الثقة، عندئذ سيتم تبادل المنافع، لأنني عندما أأمنك أستطيع أن أتعامل معك، فإذا كنت غير آمن منك وعندي ريبة منك قطعا سأخدعك وتخدعني، وبالتالي لو قبلتني 100 مرة وقبلتك 100 مرة فهذا لا يعبر حقيقة عن المصالحة. المصالحة تبدأ من النقطة الأساسية، أن يثق كل زعيم بالزعيم الآخر، وأن لا يحاول إطلاقا التدخل في شأن الدولة الأخرى، وتبقى الدولة كما هي وهذا قدرنا. وتغيير أي نظام في أي بلد يتم عمليا من داخل البلد نفسه. هذه نقطة جوهرية يعني. وأعتقد كل مشاكلنا اللي تمت، يا إما بتصدير الثورة، يا إما بتصدير التجربة الثورية، يا إما بمد الحزب مثل ما قال زميلي إلى الدولة الأخرى، وادعاء أنه هذا التنظيم هذا النظام ثوري وذاك النظام رجعي، أو بالعكس إلى آخره. فهذه نقطة مهمة. إذا أضفنا إلها نقطة ثانية كل جوهرية، وأعتقد القادة العرب أكيد يدركوها، أن الآن تأثير العامل الخارجي في هذا الزمن ضعف، ويجب أن يحسوا أن الضعف كبير. يعني أكبر دولة في العالم وهي أمريكا تتحكم كانت في كل صغيرة وكبيرة، هي إن ادعت أنها بقدرتها الآن أن تتحكم في عملية لا تستطيع أن تتحكم، إنها أضعف من أن تؤثر على أي بلد مهما صغر. هذه الفرصة التاريخية يجب أن يغتنصها العرب، وأن يتصرف القادة باستقلالية تامة، وعندئذ سيفلحون. شكرا دكتور. حقيقة مواضيع كثيرة أثيرت من خلال هذا، لكن إلى الأستاذ محمود الأحوازي سيكون السؤال. حقيقة الوطن العربي كل لا يعيش وحده، يعني يعيش في وضع إقليمي، ومعروف التداخلات الإقليمية التي يعيش فيها الوطن العربي. أيضا على نفس المستوى
أريد أن أعرف وجهة نظرك، هل هناك إمكانية في تحقيق مصالحة عربية دون أن يكون للتأثير الإقليمي ذلك التأثير الذي يمكن أن يجعل هذه المصالحة هشة؟ شكرا دكتور. دكتور، كلام للأمير علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يقول الحق والقوة بالسيف. هذا ليس القصد من عنده تعدي على الآخرين. الدفاع عن الحق أو الحفاظ على الحق يحتاج لقوة. إذا كان يريدون العرب أن يحافظون على علاقاتهم مع دول الجوار والدول الأخرى البعيدة والغريبة، عليهم أن يبنون قوة عربية حتى هاي القوة تكون رصيدهم للصداقات. إن كانوا ضعفاء سينهشهم الجميع وسيفتت قواهم الضعيفة الموجودة. إذا اجتمعوا بالتأكيد سيكونون قوة، وستكون لهم علاقة طيبة مع الدول الإقليمية الكبرى مثل إيران، مثل تركيا، مثل إسرائيل، مثل أصدقائهم وحلفائهم من أماكن أخرى، وسيتعناهم الألمان والأمريكان والروس يتعنون للعرب من أجل بناء العلاقات مع العالم العربي القوي بثروته البشرية، بثروته النفطية، بثروته الاقتصادية، ثروته بالماشية، بالزراعة وغير ذلك. اسمح لي أنا أكمل هذا الموضوع نفسه، أنه عندما نتحدث عن أساساً، أنا اسمح لي أستفيد كثير من مفرداتنا إحنا الأحوازيين والجنوب العراق عموماً. إحنا من طبيعتنا نتكلم نقول الأخ صداقته مع الأخ ما بيها مصلحة. المصلحة إذا إجت بين الأخوين تفسد المصلحة. لكن أنا اسمح لي أخالف هذا الرأي اللي يمكن كثيرين يعرضوني عليه، وأقول أنه أساساً الخوة هي المصلحة. أنا أحترم أخوي وأعز أخوي وأنظر لأخوي من بعيد وأنتظر أخوي، بسبب أنه أنا واثق إذا مت، إذا قبت سيقف أمام إلى جانب أطفالي، سيقف أمامي أو إلى جانبي بحاجتي. إذن الأخوة العربية تحتاج أن تكون تقويها المصلحة العربية. المصلحة العربية يمكن أن يقال أنه دولة قطر غنية وثرية، أو الكويت غنية وثرية، ولا تحتاج إلى السودان وإن كانت 60 مليون 50 مليون وليس أغلب، ولا تحتاج لمصر اللي هي 70 مليون. لكن إذا المصلحة المشتركة، إذا جمعنا ما نمتلك دون أن نستغل ثروة البعض والبعض يستغل أراضي الثاني مثلا، بإمكاننا أن نبني هذه المصلحة. المصلحة المشتركة إذا ما كانت موجودة نتمكن أن نبنيها. كيف؟ الرأسمال العربي الموجود مثلا بالخليج يمكن أن يستثمر في مصر، ومصر تكون هي والخليج في مصلحة مشتركة، في اقتصاد مشترك، وتبني العلاقة الطيبة مع بعض، وستكون موقفا واحدا، جبهة واحدة أمام أي تحدي من أي مكان بالعالم. وفي نفس الوقت الخليجي حافظ على ثروته في السودان وفي مصر بدل أن يرسلها إلى أوروبا وأمريكا، والسوداني تمكن أن يرفع الفخر عن بلده بالثروة العربية الموجودة في أماكن أخرى. الثري العربي مستثمر أمواله في أماكن مطمئنة، والفقير العربي وصل إلى الثروة دون أن يهدد الأغنياء من العرب الموجودين في أماكن أخرى. وهذا يعني تقسيم الثروة مع الحفاظ على مصالح الجميع، الأثرياء والفقراء. وأنا واثق أنه لو كانت في الإمارات اليوم التي فيها أكثر من 80% من الأجانب، لو كان هاي 80% كانوا عرب، لناموا الإماراتيين رغد بدون أن يخافوا لحظة واحدة من التدخل أو التدخل الأجنبي. ورأينا كيف المؤسسات الدولية تتحرك ضدهم على حساب العمال الفلبين كذا والعمال الكوريين كذا. لو كان العربي الذي يأتي من السودان أو يأتي من مصر أو يأتي من سوريا وموجود في الإمارات، وإن تجنس يبقى هو ضمان لهذا البلد وضمان لهذا الوطن. إذن وطننا وطن واحد مشترك، بإمكاننا أن نحافظ على دولنا ونحافظ على العلاقات، ولا
حتى هذه الآن النقطة إذا تسمح لي بعد عندي وقت أنا أتكلم. أي تفضل. إذا كان الآن ردنا اجتمعوا القادة العرب في قطر، لا يكون اجتماعهم من أجل من وقف مع غزة ومن وقف مع الضفة، لا يكون من وقف مع الحق العربي في الضفة كان أو في غزة كان. إذا أرادوا القادة العرب أن يبنون علاقاتهم الجديدة على أساس المواقف التي مروا بها قبل شهرين أو ثلاثة، ستكون هناك مواقف سلبية بالتأكيد وستضر بوحدتهم، لكن المصلحة العربية ينظرون لها، ونحن الأحوازيين صاحبين مصلحة بالوحدة العربية بأي شكل من الأشكال، لأن لو كانت وحدة عربية موجودة وقوة عربية موجودة لما تمكنت إيران تستمر 84 باحتلال الأحواز وتضيف لها الجزر العربية الثلاث. شكرا جزيلا.